السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الكرام. في هذا الفيديو غادي نشوفوا طريقة إصلاح هذا الريسيفر، فهو لا يشتعل يعني بشكل نهائي. إذا سأقوم بتوصيله بالكهرباء. إذا كما نلاحظ فهو لا يشتعل بشكل نهائي. إذا قبل ذلك أدعوك أيها المشاهد الكريم إلى الاشتراك في قناة هشام للتقنية وتفعيل زر الجرس لتتوصل بكل جديد بحول الله. إذا هذا الريسيفر قال لي صاحبه بأنه سمع صوت فرقعة بالداخل. إذا نقوم بفتح هذا الجهاز لنكتشف العطل. إذا كنظرة أولية فيتضح بأن هذا يعني هذا الاي سي فهو محترق، يعني يتضح بأنه مشقوق، يعني هذا الاي سي فهو مشقوق. أيضا الفيزيبل الفيوز فهو محترق. إذن سأقوم أول شيء بقياس هذه الديودات، هل محترقة أم لا تزال بشكل جيد. إذن هذه الديودات تبدو بحالة جيدة. قلنا الاي سي محروق، ايضا الفيوز. سنقيس هذا المنعم للكهرباء، يعني يصفي التيار الكهربائي عند دخوله لهذه اللوحة. يعني يبدو جيد. إذن سأقوم بإزالة هذا الاي سي ونعوضه بأي سي آخر، يعني الرقم ديالو AM20. إذن هذا هو الاي سي، وكما تلاحظون به انشقاق يعني في الوسط. إذن هذا اي سي جديد سأقوم بتركيبه في مكان الآخر.
إذن سأزيل الفيوز. يعني ولن أركب يعني فيوز آخر في البداية، سنقوم بالتجريب بهذا المصباح، يعني كي يسمى مصباح سيريال، لنتأكد هل يوجد يعني قصر آخر في الدارة أم أن الدارة الآن في حالة جيدة. هذا المصباح يعني مصباح 220 فولت يركب في مكان الفيوز. يعني ودوره نتأكد من هل يوجد يعني دارة قصيرة بهذه اللوحة أم اللوحة الآن في حالة جيدة. في حالة اشتغال المصباح فيعني يوجد مشكل، وفي حالة يعني اشتعال هذا المصباح بشكل ضعيف أو عدم اشتعالها فيعني هذه البوردة أصبحت في حالة جيدة. إذن أقوم بإرجاعها إلى الريسيفر. إذن وسأضع الجهاز في الكهرباء. إذن كما لاحظنا فالمصباح اشتعل وانطفأ، وأيضا الريسيفر الآن يشتعل بشكل جيد. إذن سأقوم بإطفائه ونعاود يعني إشعاله مرة أخرى. إذا لاحظ المصباح يشتعل وينطفئ، وهذا دليل بأن هذه اللوحة يعني لوحة تغذية ليس بها يعني شورت أو كود سيركوي. إذن الريسيفر الآن يشتعل بشكل طبيعي وجيد. الآن سأقوم بتعويض المصباح بفيوز. سأزيل الفيوز من هذه البوردة. إذن الآن نعاود يعني التجريب يعني بشكل مباشر بدون مصباح. إذن الريسيفر يعني يشتغل بشكل
جيد. إذن في النهاية أتمنى أن تكون استفدت من الفيديو، ونلتقي في فيديو قادم بحول الله.